على بعد أمتار من مونديال السويد قرروا التضحية بالشهرة والنجومية بالمال والعالمية من أجل القضية الجزائرية، فأعطوا بحق درساً في الوطنية. حين بدأت تحضيرات المنتخب الفرنسي للمونديال أنذاك، قرر اللاعبون الجزائريون في مختلف الأندية الفرنسية الهروب وتشكيل نواة فريق اسمه جبهة التحرير الوطني. 13 أبريل 65 ذكرى 65 تاع الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. لما يخفلكمش هي جت فكرة، ومن بعد واحد المهرجان أو الصورة هنا مرايا تاع الطلبة الجزائريين اللي كانوا في فرنسا سوليتي دو لوجما. لوجما كان هذاك الوقت كان واحد السيد الله يرحمه ويوسع عليه، مولاي الطاهر مسعيده، هو اللي كان يستكلف بهذا الطلبة في البولوار سان ميشيل في ريستورون يونيفرسيتير، مطعم يونيفرسيتير. واتصل بمزرق، بمزرق الله يرحمه، بمزرق محمد المقراني، هو كان مدرب هذاك الوقت كبير علينا بالبزاف. اتصل به قال له شوف هم ما يشعف كيفاش الاخبار ولا، قالوا كاين مهرجان في موسكو في روسيا. قالوا في روسيا، قالوا ماذا بك لو كان تقدر دير فريق تاع طلبه. كي جاوا داخلين اخبو مزرق ما يتعرف الا في الماشينه ولا في الطياره ولا ربي عالم، جاتو هذه الفكره باش يكون فريق وطني بالمحترفين. الأمر شكل صدمة للفرنسيين الذين أصدروا شكوى للاتحاد الدولي، والذي بدوره وجه مراسلات تهديد إلى جميع الاتحادات التي كانت تنشط تحت لوائها في حال استضافتها هذا الفريق على أراضيها. الفيفا هاي البرية، البرية راه هنا، البرية منعت الكل البلدان يا فيلي لا فيفا ما يلعبوش معنا. ما بصح طيب كيما لي بي سوسياليست لي بي ليست، وما يقول لك سيري ترافايور، دونك ما تقدرش ماشي فريق لي ريبريزونت تيل 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 ايكيب. ما بصح خدامين هذيك لي دونك لا فيفا منعت. شوف ما نشوفوا بايوم تونس يلعبوا معنا كونترا، العراق، سوريا، أردن، هذوك ما خافوش ولا فيفا، ولا فيفا ما دارت لهم والو. رغم التهديد أصر رفقاء مخلوفي على رفع الراية الجزائرية وإسماع النشيد الوطني في كثير من عواصم العالم التي شهدت خوض قرابة 100 مباراة تجاوز عدد حضورها 40,000 متفرج في كل مباراة، فأثبتوا أن الكفاح ليس فقط بالسلاح، وكانوا دعماً ودعاية لجبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الجزائرية. الناس انخلعوا فينا بالفريق، كلاعبين كانوا لاعبين مشهورين بالبزاف كما نهضر على لي سوكا المخلوفي كرمالي وخليل. كي تكون مباراة شوف قطعت تشوف 5,000 6,000 متفرج، ومن بعد كي يشوفوا المباراة الثانية تشوف 30,000 40,000 كي يهضروا الجريدة. هذاك الوقت صور ما كانش غير الجريدة لي زانترفيو ولي ماشا والناس تهضر. ماشي بلاد ماشي زوج يقولوا لنا منين انتم، نقول لهم احنا من لافريك اوتوماتيكمون، من لافريك منين من الجزائر الجيري، يقول لك كيفاش ما راكش حل. 33 لاعبا كانوا يشكلون فريق جبهة التحرير الوطني، وبعد مرور 65 سنة لم يبقى منهم سوى 3 لاعبين، من بينهم محمد معوش الذي يواصل مهامه كرئيس لمؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني التي تحفظ ذاكرة فريق الثوار والأبطال. دونك هاد لا فونداسيون هادو بون المؤسسة انخلقت في 2007 في الصيف، كنا قويين هذاك الوقت، كنا قريبو كل كان زوج ولا ثلاثة اللي توفاو.
دوك واش نقول لك 33 لعاب 33 لعاب الله يرحمهم اللي ماتوا كل اللي توفوا بقينا ثلاثة مخلوفي راه مريض بالبزاف الله يشافيه راه في فرنسا يداوي راه مع فاميلته ومع عيالته تماتيك ودفنوني راه في نيم لاباس به. تضحيات ووطنية منتخب الأفلان باتت مصدر إلهام لكثير من شباب اليوم، حيث قام مؤخرا عدة لاعبين جزائريين من مزدوجي الجنسية بالتخلي عن المنتخبات الشبانية الفرنسية لتمثيل المنتخب الوطني تلبية لنداء القلب. الشبان هادو شغل عندهم الروح الوطنيه، راهم يتبعوا راهم يشوفوا واش راه صاير تما تيك واش راه هنايا واش راه صاير. دونك هاد اللاعبين كذلك يخمو وكان مسيرين راهم يهضروا معاهم ها سياسيين ولا باش يلزم يفهموا بلي ما عندهمش بلاد اخرى من غير الجزائر. 13 أفريل 2023، 65 سنه بعد تاسيسه، سيظل فريق جبهة التحرير الوطني قصة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أبطال أدركوا أن لا حواجز بين الرياضة والنضال السياسي، منتخب ثوار رسخوا معنى التضحية والوطنية لتبقى قصتهم تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. العالم ما تقدرش تصرف من ضرب واحد آخر أبداً.